اصل انا انا اليوم عندي موضوع احنا بنحكي فيه كمواطن تونسي، هو موضوع النفط، معناها البترول في تونس. فبطبيعة تونس عندها بعض الحقول متاع النفط، منهم حقل البرمة في الجنوب التونسي اللي هو اول حقل معناها في الجمهورية التونسية، وعندهم حقول اخرى كما حقل الزاوية في جرجيس، حقل بلي في نابل، حقل اشتارت اللي هو مقابل صفاقس، ساحل صفاقس، وكثير كثير من الحقول الاخرى. فتونس هي معناها بلاد معناها عندها انتاج نتاع نفط، وحسب اعتقادي انا وحسب خبرتي في النفط في البترول، لان انا اساسا فهمت لا انا اشتغلت حوالي 20 سنة في ميدان النفط. فتونس عندها الكفاية معناها الذاتية للسوق المحلية نتاعها من المادة هذه. السياسة اللي اعتمدها الدكتاتور بن علي اللي هو معناها الارتفاع أسعار النفط في السوق المحلية، ويقارن معناها يشوف هو معناها النفط قداش في العالم يسوى في العالم، معناها البورصة العالمية متاع النفط. وإذا كان البترول مثلا بمئة دولار في العالم، فمعناها هو يزيد هنا يزيد في الليسانس، ويزيد في المازوت، ويزيد كذا، ويمشي على البورصة العالمية. وهنا فهموا غلطة كبيرة برشا برشا للشعب التونسي. المغالطة هي احنا عندنا نفط ما فيه الكفاية للسوق المحلية بتاعنا، فالمفروض البترول عندنا او الغاز او الليسانس او المازوت يكون اسعاره معناها معقولة جدا وما نتبعوش السوق العالمية، خاطر احنا تونس مناش قاعدين نشرو في البترول من العالم. وحتى لو نشرو في بترول من العالم، قاعدين نصدروا في البترول بتاعنا اللي هو من نوعية معناها راقية، والنوعية نعطيكم فكرة عليها معناها اللي هو فابل بورسنتاج دو سوفر، معناها في نسبة قليلة من البخارة. والبترول هذا يتباع في سوق روتردام، يتباع بالمزاد العلني، وبترول تونس يبيعوه بثمن غالي فهمتني، ويشروا البترول أقل نوعية ويسموه البترول الثقيل اللي هو من نوع البترول بتاع تكساس وبتاع برشا دول، فيشروه بأرخص ويجيبوا يكرروه في ستير في بنزرت وبيعوه للسوق. هك علاش احنا النوعيه نتاع الليسانس نتاعنا نوعيه رديئه، لانه هو اساسا مش البترول نتاعنا احنا، البترول اللي نشروه من السوق العالميه واللي هو بترول معناها من اقل نوعيات النفط. والبترول نتاعنا احنا اللي هو معناها ممتاز ويخرجوا منه الكيروزان ويخرجوا منه برشا حاجات بكل سهوله وبكميات وافره، يبيعوه في السوق المحلي، يبيعوه في السوق العالميه. فالمفروض معناها يكون الثمن نتاع الليسانس والمازوت وكل في تونس يكون معقول، بسوم معقول، لان احنا ماناش قاعدين نشرو فيه من السوق العالميه. فهو شو عمل الدكتاتور هذايا بن علي؟ يبيع لنا احنا التوانسه الليسانس والمازوت بالثمن العالمي، معناها هو يبيع لنا في النفط نتاعنا احنا بالسوم نتاع البورصه العالميه مش بسوم المحلي. فمش معقول بلاد تبدا منتجه للنفط وعندها الاكتفاء الذاتي بنا، والنفط هذا يتبيعه للشعب متاعها بسوم البورصة العالمية. نعطيكم مثال، تمشي ليبيا تلقى مثلا الليسانس وكل رخيص، تمشي الجزائر كيف كيف. علاش؟ خاطر الجزائر وليبيا يبيعوا لشعبهم البترول بثمن معناها اللي هو ثمن التكلفة أو أزيد على ثمن التكلفة بشوية، ما يبيعوش البترول بالثمن اللي هو معناها معمول به عالميا 100 دولار و120 و70 والبورصة نتاع البترول. فهنا هم الاموال هذه كل يستحوذ عليها باش يسرقها وباش يستمتعوا بها والشعب التونسي. يعني فانا نطلب من الحكومه الجديده هذه باش تراجع اسعار معناها البترول في تونس، اسعار الليسانس والمازوت، ويخفضوا فيه. ومتهيالي انا حسب معناها شويه الخبره نتاعي في النفط، معناها لو يحطوه في حكايه معناها 800 مليم نتاع الليسانس يكون معقول جدا جدا جدا. وحاجة أخرى، النفط راهو وقت نجو في تونس التكلفة متاعو أرخص من النفط اللي هو معناها اللي هو معناها من الخليج العربي. علاش؟ خاطر أول حاجة احنا معناها تقريبا 100% العمالة هي تونسية، والرواتب اللي ناخذوا فيها معناها رواتب تسمى معقولة بالنسبة للرواتب اللي ياخذوا فيها نفس العمل اللي موجودين في الخليج العربي، وأنا واحد منهم. أنا دخلت بميدان النفط عام 75 في حقل البرمة، وقعدت حتى ال 81، وفي هاك الوقت كنت نخلص معناها في 400 أو 450 دينار. وقت اللي مشيت نخدم في أبو ظبي في حقل نتاع نفط في أبو ظبي، الراتب نتاعي ولا 2000 دولار، معناها وأنا نقدم في نفس الخدمة اللي نقدم فيها في تونس.
فهنا اول حاجه العماله في الخليج اغلى، ثاني حاجه حتى كل شيء اغلى بالنسبه لتونس، معناها التكلفه نتاع انتاج النفط معناها النجم نقول حتى رخيصه بالنسبه للسوق العالميه. ولهذا الحكومه هذه الجديده لازم تنزل في الاسعار النفط وتهبط فيه في معناها السوم الحقيقي والمعقول. اذا كان هبطنا في السوم معناها الوقود فهمت، لا تولي كل شيء ترخص، خاطر كل شيء متعمد على النفط، معناها كل شيء كل شيء كل شيء في الدنيا هذه، كل الصناعات وكل شيء راهو يتعمد على النفط وعلى الغاز. فاول حاجه لازم يشوفوا الموضوع هذايا وما يحسبوناش البترول بالسوم نتاع الخارج، معناها ما يبيعوناش البترول نتاعنا ويحتكموا للبورصه العالميه ويقولوا ها ب 100 دولار وها ب 120 دولار. والدليل واضح، وقت البترول طلع ب 100 دولار وبداوا يتبكوا ويتشكوا وقالوا ها ب 100 دولار وكذا وغلا، وهم كل يوم يزيدوا في الواحد، وقت اللي هبط البترول ل 60 دولار وهبط اقل، هما ما هبطوش، ما هبطوا حتى شيء، خلوه هو هو في كل العالم. انت كان تمشي تولى فرنسا ولا بلجيكا ولا المانيا، في البومب نتاع الترومبا نتاع نتاع ليسونس الكيوسك اللي تبيع، كل يوم تلقى سوم جديد للبترول. كان طلع في العالم يطلعوه كان هبط يهبطوه. احنا تونس الحاجه اللي تطلع ما عادش تهبط، تقعد غادي سفيني، تقعد غادي، خاطر هما يبرمجوا عليها السرقات نتاعهم ويبرجوا عليها معناها الاعمال نتاع المافيا نتاعهم، ويخلوا المواطن التونسي يخلص في حاجه معناها اللي هو معناها اغلى من سومها الحقيقي. فحبيت نقول كلامي باش نلفت الشعب التونسي ونلفت نفسي ونلفت الناس الكل، اللي الثمن نتاع البترول في تونس ليسونس واحد راهو مش حقيقي، وراهو هذا سي تان بري غونفلي فهمت، اللي عاملينه سور ميزور باش هما يهزوا الفلوس. وهذا الحكومه الجديده لازم تراجع الحكايه هذه. واللي يقول تونس ما عندهاش الكميات هذه انا نتحداه. وحاجة أخرى، تونس ولا عمرهم قالوا قداش ننجو من النفط، ولا عمرها تونس ما صرحت قالت احنا ننجو مثلا مش عارف انا 100,000 برميل في اليوم، 200,000، 300,000، ما عمرش يصرحوا فيها، ديما غطينها ديما، هو عندهم سياسة الغطة هذيك، ما يخلوش التونسي يعرف حتى شيء فهمت. لا اليوم التونسي لازم يعرف كل شيء، ويلزم يعرف قداش بلاده تنتج من النفط، وقداش السوم اللي تباع به، وقداش الدولة تدخل من النفط هذا اللي هو مبيعوه في السوق. وتونس راهي تبيع البترول نتاعها في سوق روتردام اللي هي سوق معناها عند السماسرة فهمتني، لا ماهيش في السوق العالمية، خاطر تونس ماهيش عضوة لا في اللوبيب ولا في اللوبيك، ماهيش عضوة في هذول، خاطر كميات النفط نتاعها صغيرة، ما تنجمش تكون عضوة معناها في الـ في الـ في المنظمات هذه. ولهذا احنا نبيعوا السوق نتاعنا معناها عند الدلالة في سوق، خاصة في سوق روتردام فهمتني. وهذا اللي حبيت نتدخل بيه، وان شاء الله فهمت اللي كلامي يسمعوه الناس، وان شاء الله يقتنعوا به، وان شاء الله تونس ديما بخير. وبارك الله فيكم.